يعقد المجلس التنفيذي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين مؤتمره السنوي بجنيف في ظل أوضاع حرجة يمر بها اللاجئون في جميع أنحاء العالم، ويطرح المؤتمر عددا من القضايا الملحة للنقاش كقضية حماية اللاجئين ووضع سياسات جديدة من أجل تحسين أوضاع اللاجئين ومراجعة التعهدات الدولية للدول الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة بشأن التزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية بشأن اللاجئين. هذه فعلا الجلسة 67 اللجنة التنفيذية للمفوضية السامة لشؤون اللاجئين هنا في جنيف. هناك وفود كثيرة وصلت إلى جنيف لتشارك في هذا المؤتمر. في الحقيقة يأتي المؤتمر في وقت حرج جدا، هناك حوالي 65 مليون لاجئ في أنحاء العالم، نصفهم من الأطفال والشباب والنساء، وحالتهم في جميع أنحاء العالم، وإنما نجد لاجئين حالتهم صعبة لأنه ليس هناك حلول جذرية للصراعات التي تدور الآن في سوريا، في اليمن، في العراق، في ليبيا، في أفريقيا. يشارك وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اجتماعات مؤتمر المجلس التنفيذي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وذلك لمناقشة قضايا اللاجئين والمساهمة في إيجاد الحلول وتطوير الأداء الميداني للمنظمات الإنسانية وتسليط الضوء على ما قدمته المملكة من مساعدات للاجئين والنازحين داخليا. الحقيقة أنه مشاركة المملكة العربية السعودية في الدورة 67 لاجتماع المجلس التنفيذي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تأتي في إطار دعم المملكة لجهود مفوضية شؤون اللاجئين في معالجة قضايا اللاجئين والنازحين دوليا، ويأتي هذا الاجتماع في سياق تطوير آليات العمل وتطوير الأداء الفعلي على الميدان والوصول بشكل حقيقي للمستحقين وإحداث الفارق لديهم والحفاظ على الأرواح. مشاركة المملكة العربية السعودية تنطلق من أنها أحد أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية، ولا سيما فيما يتعلق باللاجئين والنازحين، وكان المملكة العربية السعودية دورا كبيرا في مجموعة من أزمات اللاجئين والنازحين المحيطة بالمنطقة، سواء كان في سوريا أو في العراق أو في اليمن وغيرها من الدول. مشاركة مركز الملك سلمان تأتي في إطار الدور الريادي الذي يقوم به المركز وسط منظمات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني بهدف توحيد العمل الإغاثي للمملكة في الخارج، وتعد عملية إعادة الأمل لمساعدة الشعب اليمني أولى البرامج التي تولاها المركز بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين. إن إنشاء مركز الملك سلمان بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين يعد تطويرا لمنظومة العمل الإغاثي والإنساني في المملكة العربية السعودية، ويؤكد على اهتمامه حفظه الله بتطوير تقديم المساعدات الإنسانية من المملكة العربية السعودية لتكون أكثر كفاءة وأكثر تأثيرا. مشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مؤتمرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يؤكد على أولوية العمل الإنساني للمملكة العربية السعودية. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، الأمم المتحدة، جنيف.